متابعين نسيت مساكم نهاركم ابيض ويومكم سعيد. حلقه النهارده هنتكلم عن عناوين الصحف بعد مباراه نصف نهائي دوري الابطال اللي كانت ما بين ريال مدريد وبايرن ميونخ وانتهت بنتيجه هدفين لهدف لصالح الريال. نبتدي بصحيفه الديلي ميل الانجليزيه، بصراحه اخترتها لانه كان عندها عنوان غريب شويه عن روبرت ليفاندوفسكي وانترستنج في نفس الوقت، مهم جدا شد انتباهي عن روبرت ليفاندوفسكي. بتقول فيه انه ليفاندوفسكي يفشل في تقديم عرض اللي عمله من 5 سنوات اللي هو كان امبارح الذكرى بتاعته لما جاب 4 اهداف مع دورتموند في ريال مدريد، وبتقول لك انه بتقلل من فرصه في يعني رقد الريال وراءه، انه ممكن مش هيبقوا عايزين يضموه بعد المباراه الفقيره تكتيكيا اللي عملها مع بايرن ميونخ، ولم يصنع اي فارق ولم يكن حتى خطير على المرمى، بل واهدر فرصه مهمه جدا كانت لبايرن ميونخ، كانت ممكن تفرق تطلعه من المود اللي هو فيه. الموضوع بيكمل وبيتكلم عن ان روبرت ليفاندوفسكي كان بعد المباراه الشهيره دي اللي من 5 سنوات انتهت بنتيجه 4-0 لصالح دورتموند، انه مورينيو ساعة وراء ضم اللاعب، انه كان ممكن يبقى السترايكر الصريح اللي كانت ريال مدريد بتحلم بيه من فتره وفي امس الحاجه ليه حاليا، الا انه الموضوع لم يتم ولا يعني مش باين انه ممكن يتم، خاصه بعد ادائه في مباراه اليوم. شبكه اي اس بي ان العالميه الرياضيه بتتكلم عندها عنوان وبتقول ريال مدريد يجد حلا وسبيلا للفوز مره اخرى. الموضوع لخص المباراه في ثلاث نقاط، بيقول انه دائما ما يجد الريال طريقه للفوز، وانه في فقر تكتيكي لبايرن ميونخ ظهر النهارده في قله حلوله، وانه ريال مدريد تقريبا وضع قدم في النهائي، وده طبعا واضح لانه عنده هدفين خارج الديار وانتصار على بايرن ميونخ، يعني معنويا وبالارقام عنده الافضليه على بايرن ميونخ. الماركه الاسبانيه عندها عنوان بتقول فيه الريال يضع كييف صوب اعينه. الموضوع بيتكلم على انه الريال وجد حل للفوز بطريقته الكلاسيكيه المعتاده اللي عودنا عليها، انه دايما بيجد طريقة انه يفاجئنا في المباراة رغم قلة مستواه، وبالاضافة لانهم تفاجأوا من اختيارات زيدان قبل بداية المباراة، انه وضع بنزيما على دكة البدلاء مكانا لفاسكيز، وفي نفس الوقت اسكو كان مكان لجارث بيل. صحيح الاس الاسبانية عندها عنوان بتقول فيه الريال ينجو من بايرن ميونخ وينتصر عليه في اليانز ارينا. تصريحات اللاعبين بعد المباراة، توماس مولر قائد فريق بايرن ميونخ بيتكلم عن المباراة، بيقول فيها انه حينما سئل انه هل ممكن يعودوا في النتيجة، قال لك اول حاجة استشهد بيها هي اليوفي واللي عمله قدام الريال، خصيصا انه قالوا المباراة كانت ما كانتش في ايديهم، وبعدين عملوا نتيجة رائعة خرافية في البرنابيو، فبيقول لك ان ما فيش مستحيل. ثانيا بيتكلم على انه الريال اللي يشوف المباراة الريال وبايرن ميونخ يقول انه الاداء كان عكس النتيجة. وخيمس رودريجيز زميل مولر في الفريق ولاعب الريال السابق والمعار من الريال، بيقول احنا ما سؤل عن أدائه الرائع اللي كان في المباراة بحيويته إلى جانب ريبري وبشكل عام، وأدائه وتأثيره على المباراة وصنعه الهدف البايرن الوحيد، قال انه انا قدمت موسم كويس جدا، ولكن كل همي حاليا وكل تركيزي يصب على المباراة اللي بعد 7 ايام. ومن طرف ريال مدريد حارسهم الاساسي كيلور نافاز اتكلم بعد المباراة وقال انه واستشهد بقوة بايرن ميونخ وضرب فيها الأمثال، وقال إنه طريقة الرياكشن بتاعهم على الهدفين وتأخرهم في المباراة كان قوي جدا، وإنهم ما استسلموش، ودي من شخصية بايرن ميونخ المعهودة. كما أضاف إنه لما سئل عن مباراة الإياب هتبقى عاملة إزاي في البرنابيو، قال إن هم متعودين على الأزمات، وإنهم التعامل مع الأزمات والتعامل مع الأمور الصعبة، وإنهم هيعرفوا يأدوا في ملعبهم ومش هيفرطوا في الفوز ولا غير الفوز في مباراة الإياب في البرنابيو. دي نهاية حلقتنا النهاردة، نتمنى تكونوا استمتعتوا بيها ونشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله.